البنات كي دايرين لاباس عليكم؟ بغيت نشارك معكم هاد العشيه ديال الصديقات ديالي جاوا عندي من بعد ما تغدينا الرفيسه ديال الرزيزه اللي كنت صايبت ديجا، راه الفيديو ديالها حطيته وانتم كتشوفوا الطبيله اللي وجدت لصاحبتي هي هادي. دوزنا عشيه مع بعضياتنا فاطمه، حتى هي راه عندها قناه. سلام بنات مشاهدين ديال سميره شانيل، مرحبا بكم، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. المهم جيت عند صاحبتي، راه رحبت بيا وكبرت بينا، درت لنا واحد مرحبا بك غرباويه، راه تخليها لكم في صندوق الوصف، ودرت لها هادشي اللي كتب الله. كنشكرك بزاف وردوا لك ساعة الخير. مرحبا بك، هذه راه الصديقه ديالي وحبيبتي، وعندها حتى هي قناه فاتي سلمى تي في، دخلوا عندها واحد الوصفات اللي هي غزاله وبسيطه، وداكشي يعني ديال الدار اللي حنا عندنا اليومي، ماشي شي حاجه اللي هي مكلفه، واكلات ديالها كلهم صادقين وغزالين. انتم كتشوفوا وجدنا الطبيله ديال العشيه هكا ميريندا الكوتي، ايوا انتم كتشوفوا وجدت هذه الكيكه المشهوره ديال شيماء، هي هذه معروفه، هي راه غادي نحطها في القناه. وهذا العصير صايبنا اتاي، الحلوى هذا راكم عارفين، وقبلي عليا ربي يخليك هادشي كامل تمحنتي معانا. مرحبا بك. وشيماء ايرا ديالي قبلوا عليا، انت كما كتشوفوا اول مره كتبان في القناه، ربي يخليك. المهم البساطه وشويه البساطه وصافي. في اسبانيا مصريا داكشي، سميره تبارك الله عليها، واخا في اسبانيا كتبغي ديما دير داكشي ديال المغرب. دابا شي مره ندير لي مضويره في الدار هنايا، تدخلي للدار كتلقايها بحال اللي ساكنه في المغرب تبارك الله، وسط تعلم عليها داكشي مزوين وزوين. كويسات انتم كتشوفوا داكشي ديال المغرب ضروري، ديما التقاليد المغربيه حاضره، خلقوا جو خلقوا جو مش من حسن. تجي عندهم تديرهم مع عائلتي وصحاباتي، بالخصوص هذا الحجر الصحي اللي دوزناه الحمد لله بعد شحال شي 3 موا. المغرب ساكن انتم الله يطلق سلاحكم، يحيدوا هذا الحجر الصحي وفوز علينا ربي هاد الوباء، ترجع امين كما كانت. امين يا ربي، نتمنوا الامور ان شاء الله يا ربي ان شاء الله مزيان. حنا الحمد لله راه حيدوا لينا بعد هاد الشيء بخير، ولكن واخا هكا بقاو تلزموا بالاحتياطات ديالكم، حلوا لينا نخرجوا كل شيء سالا الحظر، ولكن واخا هكا كنتي نديروا الاحتياطات ديالنا، كنديروا الوانتيس، كنديروا كمامه ضروري. انتم تنتمنوا انكم تاخذوا الحظر ديالكم ضروري، ماشي تجيو تخرجوا ما ديروا لا كمامه لا وانتيس لا والو، لا بالعكس ديما تيقولوا لنا حنا انه سالا هذا الوباء. ان شاء الله غيسالي على خير وبركه. الله، الوقايه خير من العلاج. الله، هنا في اوروبا راه بدينا يعني الحج راه قيله قبل من المغرب، راه 3 شهور حنا تقريبا مسدود علينا الناس صراحه، الله ما خرجناش باش كنخرجوا، وحاليا راه واخا كنخرجوا ضروري من الوانطيس والمعقمات ضروري، درنا الاحتياطات ديالنا والحمد لله والشكر لله، هكاك باقيين ندير الاحتياطات ديالكم، وكنتمناو ربي يهز علينا ربي هاد الوباء ونتلاقاو مع اصحاب المغرب على خير وبخير ان شاء الله، يفتح لينا ربي الحدود اللي كنطلبوا لها، ونشوف عائلتنا ان شاء الله معاهم، اللي صراحه الله توحشناهم، وكنسلموا على العائله كامله، والله يلاقينا معكم على خير وبخير. شكرا سميرة، شكرا، لا تستاهلوا والله ما كثر.
من بعد خرجنا دار من واحد الطويره كنديروا شويه ديال لامارس بحال ديما من العشيه للعشيه. من بعد ما تجمعنا وكلينا الكوتي وداك الشيء، دابا نتوما كتشوفوا الجو زوين، واحد الجو غزال زوين فن. صافي هذا مكان. كنتمنى هاد العشيه اللي دوزتو معايا تكون زوينه خفيفه ظريفه، والى الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم.